اوكي، معكم الاستاذ راني احمد. هذا الدرس التاسع عشر عن لغة تيكت. سؤال عن الواجهة الرسومية، شريط القوائم والقوائم وعناصر القوائم في اعلى النوافذ، اللي هي المنيو والمنيو بار والمنيوز والمنيو ايتمز كلهم يعني هذول. فشو مثلا شو هن شريط القوائم؟ شريط القوائم يعني عندنا هون بيكون في المطرحة اللي بتقعد فيها كل هالقوائم هاي، كل هالمنيوز. نحن بنحكي منيو بالانجليزي، اوكي منيو. فاذا شريط القوائم هذا فوق مطرحه مكتوب فايل واديت وفيو وسيرش تولز ودوكيمنت سولف. هذا الشريط من هون، من هالعرض هيدا، اوكي يعني اللي فيه الكلمات فايل واديت وفيو لحد الهلب والاخ، هيدا هو شو شريط القوائم. اوكي، والقوائم هنا نفسهم يعني محتوى كل وحده، يعني بتكبس فايل بهذا كلياتها هيك، هي قائمه الهلب، هيك قائمة التول، هيك قائمة، كل واحدة من هدول هن قوائم. تمام، وفي بكل وحدة هاي بتضوي عليها هلا أزرق، هيدي هي قائمة، عنصر، عنصر من عناصر القائمة. اوكي، وممكن القائمة كمان تتحول لتصير هيك، تصير كمان تسقط لتحت منها شغلات. تمام، تصير تسقط بهالطريقة. هلا بدنا نعرف كيف كمان ممكن يكون عندي هيك تشيك بوكس جوات هذا تشيك بوتون، كيف ممكن يكون عندي راديو بوتون بدل تشيك بوتون، كيف ممكن يكون عندي سيبريتور، عندي فاصل خط تجزيح، خط زيح هون. اوكي، هذا هو المطلوب نعمله اليوم. هلا البرنامج نحن سحبناه طبعا من التوتوريال الاخضر، اوكي هذا بس يعني انا بدي اشرح لكم اياه، النص الاكزامبل اللي حاطه، المثل اللي حاطه، لانه هيك انا لقيت افضل طريقه مش رح اجي اكتب شيء من اول جديد. وبالمره البرنامج اللي كاتبه الرجال هو شو اسمه، في عندي هون فايل وعندي هون هاي الاذرز، عشان تشوفوا كيف شكل البرنامج، عشان بس لما تتابعوا تعرفوا كيف شو طالع معي. اوكي، شو بيطلع نيو، ما في شيء جديد بيطلع، هاي بس الصفرة هون، هيدي عندي هون في تكست بوكس جوا. اوكي، بعدين في عندي الاوبن، هلا بيفتح هو تكست بوكس اساس انه هون ممكن يطلع بعدين اللي هو مربع حوار او اطار حوار اللي بتنقي فيه ملفات وبتفتحهم. هو بقول لك انه هون this function is not implemented yet، it means that انه معناها هاي انه العملية هاي بعدها مش منفذة ومش مبرمج جوية الكود. تمام، انك بس زر الاوبن مثلا، تكبس زر السيف نفس الحركة. اوكي، هلا كمان عندنا هون هاي الاكزت بتطفي البرنامج، ما بدي اطفي هلا حاليا. اوكي، هلا هون عندي بكبس نيم، بيطلع لي النيم، بيطلع لك هون بكتب لك اسم، بيطلع مثلا الويب سايت، بزيد عليه الويب سايت. اوكي، بيطلع مثلا بده اياها ايميل، مع ايميل بتنزل الايميل. اوكي، واذا بدك تدخلهم كلهم هيهم تعمل له انسيرت، يعني هذا اللي كان موجود هون كله. تمام، بصير عندي هيدي كل فرد طلب. اوكي، يعني هلا اذا عملت نيو بيعمل انسيرت اول، بتنزل هي كلها. تمام، وبعدين في عندي الهلب الاباوت، بصفرها كلها وبرد بحيا كلها، وبحط لك ذا سكريبت واز كريت تو ميك ا منيو فور ذا تي كي تي سي ال توتوريال عشان تنعمل. طبعا هذا عنوان الشاب. اوكي، اذا بدكم تراسلو. اوكي، يعني ما بتمني انه كمان ما اخذ من حق الرجال. اوكي، ف بننزل البرنامج ونبلش نعرف كيف مكتوب البرنامج. اوكي، هلا طبعا نحن بالاول بدي احط هدول اللي فوق فايل وهو الشريط هذا. اوكي، لانه هو اللي بدي اعلق عليه القوائم تعليق، يعني تخيل الاشياء عم تتعلق من فوق لتحت زي المعلق مثلا شريط غسيل شو بعرفني. اوكي، فهيك بتبين. اوكي، فبكتب اول شيء عندنا كوماند اسمها منيو، رجاء بس تنسوا هيدي اللي هي البروسيجر لاحق نحكي عنها. تمام، هلا عندنا هون نحكي منيو، بنفتح هيك قائمة، وبعدين بصير في عندك دوت ام بار، انه هيدي المنيو هي حتصير هون المنيو بار. اوكي، طيب
هلا عندنا بنفتح هو دوت كونفيج. اوكي اوكي حط عليها منيو هوم بار. اوكي هلا شو اجى قال هو؟ بس ارجع اشوف المثل شو عامل هو هون. اوكي فاذا حط هو هون عندك انبار اد كاسكيد داش ليبل فايل اندرلاين 0. اوكي طبعا هي سلاش معناها كمل على السطر اللي تحت منه كاسر والكلام. تمام يعني فيني هي بتصير زي كانك عم تعمل هيك. تمام صاروا على نفس السطر بس عشان هو حابب يورجيك البرنامج. اوكي انه شو فيه. فاذا في المنيوز ممكن يكون كاسكيد يعني سلسلة عادية بتسقط سقط. اوكي مثل اي منيو عادية ممكن تكون فيها تشيك بوتون. اوكي يعني هدول انه هن الايتمز. طبعا هون الدوت كونفيج انه من النقطة عمل لها كونفيجريشن يعني هي الشجرة وزاد عليها اوبشن انه هي فيها منيو وانبار. اوكي هيك صار عندي هذا الشريط مش منيو عادية. اوكي هلا يعني هذه النقطة هي الجذر تبع كل شيء. تمام ودخل يعني هي الروت ويندو هي النافذة الرئيسية الأساسية. تمام هيك بعمل لها اعد كونفجريشن عم ظبطها عم بعمل اعداداتها وقال فيها منيو فيها انبار. طيب طبعا النافذة الأساسية تحتوي على كل شيء تقدر تحتوي كل شيء واللي بدك وبدك اياه. اوكي طيب هلا بس عم نعدل المايك. فاذا هون شو ايش اعمل؟ قال عندي الفايل منيو حط لها ليبل حط لها اسم. اوكي وقال هون عندي الاندرلاين زيرو يعني شو بتاخد من كلمة الفايل او الكلمة اللي رح تطلع في الجملة يعني هون مثلا فايل او اديت. شوف هون في عندي مثلا تكبس اللي هي بيجي لها تحت منه سطر مسطر تحت منه الحرف اللي مسطر تحت منه فهذا السطر اللي محط يعني او هذا الحرف اللي مسطر تحت منه هذا بتكبس له الت مع الحرف اوكي المسطر. اوكي بصير بيفتح المنيو يعني هلا اذا كبست الت واف هي شوف الماوس طلع وين الماوس هي هون. اوكي اذا عملت الت واف بتفتح. تمام انا ما كبست بالماوس فاذا هيدي ليش عمل هيك لانه هو السطر اللي معلم تحت منه. فاذا هو شو ماخذ الحرف الاول احنا بنبلش العدد من صفر مثل ما بنعرف بالتسيال فهو ببلش من اول حرف الصفر اللي هو بيطلع مع مين الاف هون. اوكي هلا بعدين بزيد عليها شو منيو تانية هي شو كيف وطريقتها تير اوف. حتى نرجع نشوف شو تير اوف. اوكي عم بقول this option must have a proper boolean value which specifies whether or not the menu should include a tear off entry at the top. Okay, if so it will exist as entry 0 of the menu and the other entries will number starting at 1. The default menu bindings arranged for the menu will be torn off when the tear off entry is invoked. Okay, يعني هون عندي انه ممكن هاي تساعدك تحط which specifies whether or not the menu should include a tier of entry at the top. اوكي okay. يعني في عندك entry بتنحط من فوق اوكي okay. بتكون من اول هذا. طيب حتى نشوف شو بقصد فيها هو هون اذا جربنا. اوكي هذا البرنامج هيدي هيك شايفين كيف. طيب هلا هيدي الفايل وبعدين عندي الاذرز هات اشوف الاذرز هذه هي التير اوف شفتوا هذا الشحطه لما قطع اوكي فوق الكل يعني خلينا نجرب حطينا تير اوف هون 1 هيك ظنينا هي الشحطه هذه اللي فوق هاي هي التير اوف اوكي شحطة لما قطع اوكي وبعدين بتصير فيك تعمل المنيو تشيلها تقبعها من هذا هي تير اوف اوكي او تير اوف اوكي
فإذا هذه هي يعني مثلا هالأباط هو ما فيك تزيحها، بس الفايل تير اوف هاي فيك تزيحها وتزيحها هيك. اوكي، فإذا خلينا نرجع هذا المكان. فإذا هاي معناها انه تمزع من ال من القوائم. اوكي اوكي انا رجع نشغل كل شيء. طيب اذا هذا الرقم ممكن يكون واحد او صفر، بمعنى انه ممكن يا يتم مزع يا لا، انه ما تم مزع، يعني بيكون صفر معناها انه ما بتم مزع. طيب هلا نرجع كمان. اوكي هلا هيك كل مره بنحط وحده، نفتح منيو ثانيه. اوكي هلا هيك بالطريقه نحن شو خلقنا اول سقفه هون، هدول كلهم كاسكيد. ليش؟ لان هدول بيسقطوا سقط. اوكي من المنيو بار الشريط. فاذا هول عملت ثلاثه هو اللي هن موجودين في البرنامج. اوكي فايل واذرز وهلب، هيك سقطهم. وكيف سقط فيهم منيو ثاني؟ حط الداش منيو وجاب انه كوماند، شغل لي هاي الكوماند تمام، اللي هي شو منيو تانية. اوكي فيها شو دوت انبار هيلب دوت هيلب عفوا، او مثلا هون بتصير عندك دوت انبار دوت فايل. هلا عشان ما يكتب هو دوت انبار كتير، شو اجى عمل هو دوت انبار دوت فايل طول الوقت يكتب. فاذا اجى جاب عمل فاريبل اسمه ام. اوكي هو صار كل مره يركب عليه الاسم الايتم اللي عم يشتغل عليه او اسم العنصر اللي عم يشتغل عليه. فاذا هون شو رجع عمل؟ راح جاب دوت انبار دوت فايل وراح ركبهم على الام. اذا بنلاحظ هون مثلا عندي فتحت تبعت الاذر، فتحها هيك سماها. اوكي حط عليها على الام هون، نفس الشيء هيك عم بيعمل. هلا كل مره بصير يزيد عليها، كل ما بدك تفتح منيو صب منيو ثانيه بتفتح داش منيو. اوكي هلا بنشوف هاي كمان. فاذا دولار ام هلا هيك كمان بزيد واحد تاني. اوكي هلا هون شو عم زيد؟ كوماند. ليش كوماند؟ لانه هيدا العنصر بس تفتحه رح يتنفذ مباشره عليه برنامج او برمجيه. يعني هلا بس تفتح هيك انت ما عملت شيء، بس لما تفتح انت تكبس منيو نيو صار في شيء، بس تفتح سيف صار في شيء. اوكي طيب هلا الاوبن شو حطت؟ تشيك بوتن، هو هيك شكلها. اوكي هلا بنلاحظ انه في دائما 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 عندي الكوماند، بس هو شو اجى عمل هون؟ احنا موعدين من البرنامج من الحلقات القديمه. اوكي دروس القديمه انه كان نحط فانكشن مخصوص فوق زي هيدا تطلبه وبعدين تنفذ عليه، تنفذ داخله الشغل. هلا هو هيك افضل شيء عشان يكون ترتيب يعني اكثر للبرنامج وتعرف انه وين كل شغل بشغلته. بس وشو اجى عامل هو هون؟ دغري رامي الكود جوات الكوماند هيك، صارت هاي الجمله من هون لهون مرميه مباشره داخل الكوماند هون تمام، وعم تتنفذ مباشره. كيف؟ اذا طالب هو التكست اللي عامله دوت تكست اللي كان عامله. اوكي يا بيعمل فيه ديليت يا من الاول للاخر. اوكي تمام وبعدين اللي يصير عندنا انه هون بيعمل مثلا منيو كليكت 1 اوبن مثلا. اوكي فهيك دغري عم بيطلب الفانكشن هون عم بيطلبه. اوكي بس هون نلاحظ نحن ما بنعمل هيك، نحن عم نعمل دوت تكست ديليت ومن الواحد للاخر، شو من اول حرف للاخر. اوكي طيب هلا بعدين عندنا هون كوماند ثاني، هو زر ثاني في قلب المنيو. اوكي هلا في شغله كمان اضافيه رح نتعلمها هلا، انه الفانكشن او البروسيجر او الكوماند اللي خلقناه هيدي. اوكي البروك اللي هون لاحظين انه هون ماخذ نو وناخذ اوبت، ماخذ اثنين باراميترز او ماخذ قيمتين اضافيتين عشان يدخلهم لداخل البرنامج. اوكي فاذا شو بنعمل هون؟ فيك تعمل انه ما
منيو كليكت، هي تنادي على المنيو كليكت وحاطط الرقم واحد، هذا عم يمرقه صفر هو. اوكي شو بده فيه هون؟ ما حاطط شيء. اوكي بس هو شو عم بيبعت؟ بيبعت الاوبشن. اوكي هلا شو الاوبشن اللي عم بيبعتها؟ مثلا ان سيف، مثلا اوبن. اوكي فهدول اللي عم بيبعتهم تمام. وهي هيك بالاخر في عنا الاكزيت، هيدي هي بس مجرد كوماند حط اكزيت خلص تظهر، هي الكوماند المفروض تشتغل، فبيشتغل البرنامج وبيطفي مباشرة من هون. هلا ننتقل للاذرز، نفس الشيء جاب الام، جاب الدوت ام بار اذر. اوكي يعني ما حلو كثير الاسم حاطه او تي اتش، بس على كل هون دولار ام كل مرة هو صار الانبار تبع الاذر، يعني عندي عم بحكي عن هيدا المنيو تمام. هلا شو جينا عملنا احنا هون؟ قلنا له زيد كاسكيد، وحدة كاسكيد انه المنيو اسمه انسرت، يعني بتجيب وبكون كمان اندرلاين على اول حرف، يعني في هذا الاي هي بتصير عليها الشرطة اللي تحت منها. اوكي وبعدين بزيد عليها منيو، فيها منيو تانية. اوكي منيو شو اسمه؟ جاب الدولار ام دوت امنيو. اوكي يعني لانه بدها تصير دوت ام بار، هي الدولار ام هون صارت عوضها دوت ام بار دوت اذر دوت امنيو. اوكي كمان تصير دوت ام بار دوت اذر دوت امنيو داش تايتل، حط طلع عنوان وسماها انسرت تمام. هلا هيك بنجيب كمان بنزيد عليها، هيك بتصير العمليه شو متكرره. هاي بنسميه بالانجليزي الريكيرجن، اوكي تكرار. فبصير شو عندي هون؟ دولار ام دولار امنيو اد كوماند داش ليبل نيم تمام. فاذا بنزاد عليه هون كلمه ليبل اوكي نيم، فاذا كوماند تكست انسرت اند نيم اوكي بني بي ما بعرف شو، فاذا بزيد عليها هذول اللي جوا النيم والويب سايت والايميل. اوكي حتى هيدي اذا بدنا فيها كمان فكها هيك بسبب الشرطات. هلا او خليها طول الوقت مبينه لانه خلص خلص انتو. اوكي كيف نكبس؟ طيب هلا دولار ام ان يو عم بزيد عليها النيم مثل ما اتفقنا، بزيد عليها الويب سايت، بزيد عليها الايميل. هلا لاحظوا انه لانه هدول زدنا عليهم وهدول كمان عناصر بس مش بس اوامر، يعني هدول عناصر عاديات اللي هن هون اوكي نيم ويب سايت ايميل، بسماهم هون عندي صاروا كوماند. اوكي طيب هلا شو اجى رد عمل؟ رد ما رجع على المنيو هيدي اللي تحت ال شو اسمه تحت الانبار اذر، رد رجع للانبار اذر مباشره من هون، يعني ساعه ما بدك فيك تطالع. اوكي هذا معنى الكلام. وزاد الكوماند جديده اللي هي هون انسرت اول، يعني كانت على الانسرت في الاول بعدين نزل انسرت اول تمام. هلا بجي انا شو بعمل؟ قال لك اندرلاين وين؟ على السابعه، بس الحرف السابع، يعني بدور هون بتطلع بالحساب الحرف الاي. اوكي وش حرف السابع؟ هو الحرف الثامن صراحة، بس انه على العدد بلش من الصفر. اوكي هلا هون شو جاب التكست وعبى فيه كل هالنص من هون لهون، هذا نص لحال ثابت. اوكي نحن نعرف انه بين القوسين المتعرجين اوكي هذا بينزل نص عادي ما بتأثر فيه شيء. اوكي وبعدين من هون من كنا اوكي لانه عندي الانجليزي والعربي عم بيلعبوا. ففي عندي من هون لهون، وهنا هيدي من هون لهون. اوكي هاي بتكون شو اسمه الكوماند كلها، وعندي من هون لحد هون عشان ما تضيعوا هذا كل الكلام اللي راح ينكتب بس هيك الواحد تمام. إذا
هيدي هيك خلصنا الاذرز منيو، شايف كيف هيك هيك كتبها. فاذا لما نعمل صب منيو مثل هيدي اوكي، بنجيب الداش منيو اوبشن وبنجيب منيو تاني وبننزل فيها هيك وبنحط الاسم تمام. هلا اذا بدنا يعني نحط له اسم تاني ما لنا مشكله يعني تمام. هلا بصير عندي هنقول هيدي هون، شوف كيف، وهذا التايتل تبع انسرت هي هون، هذا اللي حابب ادور عليه هلا اوكي. طبعا انا بقرا الكود معكم وكانه اول مره عم بقراه، حتى الصراحه مش قاري كتير، بس انه كتير مهم انه نراجع مع بعض تمام، وهيك تتعلم كيف بيقروا كود ناس تانيين. طيب هلا عندنا الست ام، كمان صارت الام هلا هي تبعت مين؟ تبعت الهب تبع المنيو هيا هون اوكي. هلا لاحظ هون ما في تير اوف اوكي، فالتير اوف هي الديفولت طبعا، انه ما يكونش ما تنقبعش من هذا من الشريط فوق اوكي، شريط الغسيل. وبعدين عندنا دولار ام اد كوماند داش ليبل اباوت، فهيدي زاد هالكوماند اللي هي الاباوت، ودغري طرق كل الكوماند فيها هيك من هون لهون، اللي فيه بس مجرد تكست، حط التكست اوكي ديليت من الواحد للصفر، صفر كل شيء في الدوت تكست اوكي. وبعدين الدوت تكست جاب الانسيرت انسيرت لحد الاخر للاخر او من الاخر يعني، خلينا نقول من الاخر كل هالكلام الاباوت هذا اللي احنا شايفينه هون اوكي، هذا الكلام اللي هون. اذا وبعدين هلا بتقول لي طول الوقت عم بيحكي عن الدوت تكست، لا هيا الدوت تكست هيا فوق شايفينها هيا، وبعدين قال لك باك تمام. فاذا كمان بدي باك للانبار، هلا بشوف ولازم، انا اظن انه لازم اوكي، لا ما حاط تمام. فاذا هيدي هي المنيو بار اوكي، هيك بنعمل منيو وهيك بتكون جاهزة للشغل، وشكرا.